بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يانا وياكم دوني وانكم تيكال كف بحثك بحثي أوك أهل حل عقد لسريان واجبة أجر كسك صلاحيتي إمامتي هبو وأو شرايتك كتمان تيدا موجود بو دبي لو كسان إمام هل بجيرن وبيعتي اللي قلبه كان وعانا هل يرزن بو؟ جاء بلام أجر هاتو أجر هاتو ك أو كسيك أو شرايتي تيدا بو ونيا مثلا عدالته إلى آخر أجر موجود نبو خب بي إمامنا منا يعني موجود بو بلان تواناي وين ابو كاودابن مثلا او كعداله وحريه الى اخر قريشي بونو اجتهاد اواني هبو بلان اقتدارنا بول سراويك اوداب مزرن او وقتي دبي هر كسك كده بيدابن ما كتواناي هبي با او شرايط شي تدان بي دبي كسك كده بنن وغنه بارجنا بنا وقتي چونك او كسي كتواوي شرائطي تدابو موجود نبوه يعني موجودة بلان ده صلاة لسر تعيني بعنوان امام نيا بس كوهر وكوه موجود نبي او الاضطرار كتمن الله رورات تبيح المحظورات او بلان حالتي سيوا كسك او شرائطي ككتمن بو امامت تدا موجودة اقتدار جهية لسر نصبكي بلان غيري بعنوان امام دا بندريه كأو شرائطي تيدا نبي أو وقت يجيسا إمامك واجب الإطاعة دبي برام أو كسي كانتخاب ينكردو قناه بارد بان بانتخابك قناه بارد بان برام إطاعتك هرشيا هر واجب هل يرزن بون لبر ضرورة آوة بيك نسي حالة شيعة شوى دليلا هنا آوة جواب من داوة دليلا كان دو دليل من جواب داوة دو شان ماونة تاوانا بو دليل السروي ك امام دبي ب خدا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم نصبي بكن با اختيار بيعتي اهل حل عقد نيه انعقاد امامت من اخر دليل سهم ينشبو كتي امامت خلافت عن الله ورسوله هي دا اهل حل عقد إمام هل بجيرم ده بيت خليفة وانا بيت خليفة خدا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشا؟ نعم رتاو دليل شوارم دليل سيوم أو أقول لأن فيه إثارة الفتنة وانيا؟ نعم أما جواب الدين وعن الثالث بأنه لا فتنة عند الإذعان وانقياد أهل الحل والعقد للحق واعتبار الترجيح جواب الدين وضلين بابا أتوك دلي أجل إمامة باختيار أهل حل عقد ب أو فتنة هل دستي وفتنة برباد به منظور شيء لو كاتيك أهل حل عقد تسليم حق بان يان تسليم حق نبن أجل مرات أو لو كاتيك تسليم حق بان أو شرايطك بو إمام لازم أو جهات ترجيح أو أنا لنزل بكرن جاء وقتي فتنة هل دستي أو قصكت ممنوعة دلين شأن حالوها هيتش فتنة دروز نابي لو كاتيدا كأهل حل عقد إزعان بكن إزعان يعني منقاد بن تسليم بن للحق جردن كش بن لبرابر حق دا واعتبار الترجيحي وترجيح اعتبار بكن واعتبار اعتسائل إزعان يعني عند اعتبار الترجيحي مرجحات اعتبار بكن أو فتنة برپانابي بو برپانابي فإن جهات الترجيحي معلومة من الشريعة چونك جهات ترجيح لشريعة زاندرا و مثلا او سبقة زيادة للإيمان دا او فلانا او جهات كان زاندرا و جا بو جهاتنا اهل حل عقد او انا لنظر دا قرن اهل حل عقد او جهات لنظر دا قرن دا اگر اخده هش فتنة اكش دروز نبيدي چونك او انا قبو كسك اعتراضي كدلن او جهات ترجيح كده و بو دليلانا او من ترجيح دا و هل يرزن بول؟ أها بس أجل مرادة أوابي مع الإذعان للحق مع اعتبار الترجيح فتنة هل دستي أو ممنوع أني آخر
جكرو دل بلنا ولا أونيا لزماني إما خلافة إمام علي دا خدي لرازي بحضرة معاوية هذا نزاع إلى ذكر دي جهات ترجيح جهبوا لإمام علي دا معلومة أو رجحان يهبوا بس الحضرة معاوية دا هل يرزن بول هرشان حضرة معاوية صحابية وقورية برامج معلومة بالإجماع إمام علي قورة ترى دواني النزاعش بيدا بو فتنة دروز بو هرشان أهل حل عقدش إمام عليان هل بجارد بو هل يرزن بول أجل بابا والنزاع معاوية لم يكن في إمامة علي خو النزاع حزة معاوية لإمامة علي دانا بو لودك علي آية إمام يانا بو إمامة دبي يانا حزة معاوية جديزاني إمام علي صلاحية إمامية إمامة آية لهم صحابي كان بتر لدوي سيخ لفاي بيشي لهم أن بتر إمام علي صلاحيتي حزة معاوية جديزاني أدي بو نزاع لقال كرت أجدل بل في أنه يجب عليه بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان نزعك لودابك آية واجب لسر معاوية بيعته بيعة علي لبيشويك اقتصاص بكري لقاتلان حضرت عثمان هل يرزنبون؟ أهم نزعك لودابك حضرت معاوية مدعيب كالسر واجبني بيعة لقل علي بكري لبيشويك قاتلان إمام عثمان قصاص بكرين لو دا نزاعي ذكر نقل إمامة علي دا ديزاني إمامة علي حضرت علي جهاتي ترجيحي تداي هل يرزم بول والوطة لإجتهادي خوشي دا خطأ كردبو بلام يك أجريها يا إمام عليش إصابة كردبو دو أجريها أقا بس أقا روابي والله أقا أهلي حلو عقد إزعانو إنقياد بو حق بكان جهاتي ترجيحي لنزل بكرين هيج فتنة دروس نعم اگه مرادش اوه فتنه دروز ده بی اگه با اختیاری حل و عقد بی اگر امامت با اختیاری وان بی فتنه دروز ده بی لکاتک ده که اوانا ازعان حق نکن و تسلیم حق نبن و جهات ترجیح لنظر نگرن جای ما دلن والا او وقتی معلومه فتنه هل دسته حتی اگه نصج ها بی او وقتی هر فتنه روده ده حتی اگه نصج ها بی رسل اوی که فلان کس امامه دلن خلقی تابعی نص نبن ونی آخر وأما عند الترفع والاستيلاء فالفتنة قائمة ولو مع قيام النص أما لكاتك داك خالكي ترفع بكان ترفع يعني خبز البزان عنادي مطلق يعني هبي اعتبار بحق نكن والاستيلاء وطلب غلبة بكان وكورب الله أمن دبي بزوري أم دبي بما إمام أوانا هل يرزنبون وقتك ترفع بكان لاتباع حق يعني ترجح لنظر نقرن إزعانو إنقاذيا بوحقنا إنقياديا بوحقنا بي الله أخذ معلومة فتنة موجودة حتى أقل نص جبل سلوي كفلان كاس إمامة تيجي إشتن بس كوابو بس دبي بالنص جنبي دي أخذ شكا قل بالنص جبي مادم ترفعو استيلاها بي فتنة هر دبي تجلي دبي مادم فتنها بي أو مانع على إمامة فلان وعوان ده قرابي ده بي إمامتها البناص جنبي هل يرزن بو ده قوكي دي كشبه ولا إزعانو إنقياد وحق وعوانا واعتباري ترجحة بفتنة دروز نابي نيازج بناص نيح وقتي ولو سلمة حتى أجل بش سلمينين لكاتك ده كأهلي بيعته أهلي حل عقد إمام نصب بكان فتنة دروز ده بي اعتباري ترجيح وأوانج نافع نية إزعان وإنقياد وحقج نافع نية هر فتنة دروز ده بي إما دلين بابا فالكلام فيما إذا لم يوجد النص بحثي ما لكاتك ده كالنص نبي لسلوه كفلانكس إمامة أو بحثي ويدك يعني دي كالنص نبي كفلانكس إمامة دي باشا بوم مراد أويا إذ لا عبرة بالبيعة والاختيار على خلاف ما ورد به النص شكو معلومة خوش اعتبار ببيعات واختيار أهل حل عقد ناكري أجر هاتو بيعتك لسر خلاف ما أجبك النص في واريد بو جا قال لنص نص صريح قرآن والسنة بفلانكس إمامة أهل حل عقد يجبتشن لقال كساكيتر غيري أوشتب كان بيعاتك معلومة بيعات وان اعتباري بي ناكري ده معلومة أما بحث الزمانك ده كان كالنص نبي نص جنبو ويدي هيج نص صقنية لسر ويكا مثلا إمام علي ده بي إمامي بلا فصل بلا دعي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيجيشتن اي باشا اما بحثي ويدكين دي باشا ولا خفاء في أن فتنة عدم الإمامي إذا لم يوجد النص أشد من فتنة النزاع في تعيينه خو خفاني لو دا فتنة نبوني إمام زمانا كنزدس نكوي
او شديد ترى وجورة ترى لفتني النزاع لتعيين امام دا لوجود امام دا بسبب اختيار بيعتي اهلي حل عقد حل ارزنبول تود الله والله فتنا رودا دائما درن بابا بس يوجد ان كان ناسنا بيرسلوا كي امامه داق الناس نبي ادي بشي تعيين بكري تضري بحل شو راي حل عقد نابي البرويش كيف فتنه دروز دبي جما دري خن نبوني امام فتنه كي زيارتا او فتنه ك لا تعييني امام دارودا دا هل يرزم بول لازم يكتم فتنه الرونادا انقياد وحق ابي اقرها تو جهات ترجح ملاحظه بكري بلا ما قال بسلمين فتنه رودا دا دخو او فتنه كم تريك لا فتنه نبوني امام كل زمان ايما دا شو إمام نيابو مسلمان شافتني جورا جورا لنا أمة الإسلام ده يا هل يرزم بول أمد وعن الرابع شو أبي دليل شوار مش عند دينا وكدليل شوار من أبو ومن لأن الإمامة خلافة عن الله ورسوله ومن اختاره يكون خليفة منهم لا من الله ورسوله جواب دينا وعن الرابع بأن من اختاره خليفة الله ورسوله فهو خليفة الله ورسوله بدليل الشرع جواب دليل دلن بابا أو كسيك أهل حل عقد حليد بجير بعنوان خليفة خدا وبيغنبر خدا صلى الله عليه وسلم أو كسا هل لواقعش لخليفة خليفة خدا وبيغنبر خدا مادم أوان هل يان بجارت سابيد دبي لواقعش لهرشيا أو كسا خليفة نويناري خدا وبيغنبري خدا صلى الله عليه وسلم هرچن اوان هليان بجار دوا بلام لدواي كه هليان بجار اشكرا دبي كه اول نفس الامر جدا خليفه باري تعالى وبيغنبري دليل شيء بدليل الشرع بدليل شرع كتشي دليل شرع وهو الاجماع والله اجماع هي لسروي او كسي كامه هلي دبجيري بعنوان خليفه وبيغنبري خدا خليفه خدا وبيغنبري خدا صلى الله عليه وسلم هر خليفه لنفس الامر جدا بس كوابو لو واقع ده وكن يد لبيرت أنا لباسي أحكامي ظني ده كب أواني كب قياس بإجماع ثابت دبن إما كتمان قياس إجماع مظهر حكم نك مثبت حكم حكمك كخد أواني متعال داويتي بلان بس أشكرانية بسبب قياس أشكرا ده بس أو كخمر حرامة أو كنبيذ حرامة حكم باري تعالايا بلان شر أو يا مجتهد بقياس أشكرا يدك بس كوابو قياس مثبت حكم نياكو خو مجتهد ناني بقياس حكمك دابني مجتهد خو خداني نعوذ بالله بلكو إظهار حكم دك بس قياس إجماع جهر وليا أو إيكا لواقع دا مثبت حكمه مستند إجماعك إجماع مظهر حكمه لمسألة إمامة جدا بيعت كما دلين بيعت أهلي حل عقد بو إنعقاد إمام لازم بو إنعقاد إمامات بابا او بيعتين مظهر امامه نك مثبت امامه يعني اجب بيعت كرا اشكرا دبيك اول نفس الامر جلا امامه الا طرف خدا وبيغنبري خدا صلى الله عليه وسلم اذا بده خليفه خدا وبيغنبري خدا لو جاتوا كوان انتخاب يان كدوا خليفه وانا بلام لو جاتوا كاجماع منعقد لسرو يجر امتك سكن انتخاب كد بعنوان خليفه اول نفس الامر ده خليفه وخد خدا وبيغنبري خدا صلى الله عليه وسلم حساب ذكري لبيت خليفه الله ورسوله هل يرزم بول الا ترى ان الوجوب بشهاده الشاهد وقضاء القاضي وفتوى المفتي حكم الله لا حكمهم او نقل اجمالي او جر سكينه قصدكينه درن جاجر وابي او دليله الجاريه لمساله شهاده قضاء وفتوى جر دي باش الشاهد دي شهاده دداله لا قاضي بنفع كسك ده وقت حقك بوي واجب ده بيونيا ده باش الا انا كان قاضي جبا دبي بالشهاده الشاهد حكم بك او الا ان اوشتيك بالشهاده الشاهد مثلا اصلا وانا كبر رؤيتي هلال رمضان بالشهاده الشاهد رجو رمضان واجب دبي ديك واجب دبي كبر بلا ولا بابا خو خدا واجبنا واجبنا كله شاهد واجبي كدو خونا بيت حكم خدا دبي حكمي شاهدك وني آخر دليلك تقول ليش ده جارية دي كوابول ليش ده بيعمل بو شهادته نكر يعني قاضي قضاوت ده كار بردونا فكشون بو شريعات شون تلاقي قاضي بحسب الشواهد وقرائن قضاوت ده كمنفعيك يعني دي باش ده يبلا ولا قبولنا كما هو حكم قاضي هو حكم خدانيا وني آخر ده بيعوج واجبنا بيدي يعني مثلا مجتهد حكمك ده باستنباط لكتاب السنة دبي بلا والله ما حكم ما قبولني يا مقلدين دبي بلا قبول ما نية شو كوا حكم مجتهد أخوه حكم خدا وبيغنبري خدا مين
قال أو دليل كتو دليبو بحسي إمامة ليوجد جارية جديد ليد حالك يأتوا ليودا شهادتك قبولة قزاوتك قبولة فتوى مفتيك قبولة بحكم خداشي دادني لحق تودا حكم خداي فتوى مشتهد لحق توي مقلد حكم باري تعالى شهادة الشهيد لحق إمامة دببكو حكم خدا حسابك بويد الله ألا ترى آياتنا بني واجبون اشتك بسبب شهادة الشهيد يعني بسبب قضاوة قاضي يعني بسبب فتوى مفتي أو حكم الله أو وجوبا حكم خدايا لا حكمهم نابت حكم شاهدك نابت حكم قاضيك نابت حكم مفتيك لظاهر ده بله بلام لنفس الأمر ده بيت حكمي باري تعالى هل يرزم بول؟ أه. جاء بحثي إمامتك جواي لظاهر ده بله خليفي أهل حل عقدة وني أوان هذيان بجار دوا بلا نا لنفس الأمر ده خليفة خدا وفي غمري خدا صلى الله عليه وسلم شو كإجماع هي رسالوي ما دام أمت كسك يعني هل بجاب عنوان إمام أو دبت إمام لبري خدا وفي غمري خدا صلى الله عليه وسلم هل يرزم على أن الإمام كما هو نائب الله نائب الأمة أي الله نديد على ويوا بابا هو تناقل نينا وبين إذا إمام هركو نائب خدايا نائب أمتش نائب أو كسانيك كيوان هل بجاب دوا خلو بين هذا تناقل نيه بهر هم نائب أمت بهم نائب الله به نائب أمت لو جت أوان هاليان بجارب دوا نائب الله لو جت كإجماع من عقيدة لسلوى كسك أوان هالي بجيرن ده بتخليفة لترب باري تعالى مادام أمرك مخالف الشريعة النبي أمرك واجب الإطاعة هالي أرزم بود دور شك أجل اعتراضك كتير شيعة قرتو يانا لسلوى كإمامت إنعقاد إمامت بسبب بيعتي أهل حل عقد نابي كتو يانا بويا نابي شنك بابا بسبب نصب إمام دين كامل دبي ونيا مسألة إمامات يكاك لجورترين مسائل دين يكاك لجورترين أمور ديني وكن نوجو روجو أوانا عش بس مسألة زور مهمة لأمور ديني لجورترين مسائل ديني نيما دام لجورترين مسائل ديني أخدا وبيغمبرج إمام نصبنا كان خالكي نصبي بكان أجل رابي خالكي دين كامل دكان ده حالك يكيد بدين كامل بك خداواني متعال حالي أرزم بول أو جاركانا مسألة إمامات مسألة زور قورية پیغمبر صلى الله عليه وسلم حتى بو كاري چكولا خليفي دادنا أو كاتا كده چو بو جهد لما دين عدم أو بو چند روجك كغائب دبو كساكي لجي خوي دادنا وكو مثلا عبد الله كريم مسعودي دادنا جار إمام لغزوي تبوك دا إمامي علي دانا ونا جاري عبد الله كريم أمي مكتومي دادنا هر بو چند روز کلمه دیننه ما بو خلیفه دادنه دی چون بوله دوی غیبتی خو خلیفه دانانی ل دوی وفاتی خو حال ارزم بو ادب ده حال کی نسب امام استخلاف اخر ونیا دی پی استخلاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم دی که خو نبی اهل حل عقد بیکن او جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ل دای کو باو کی بو انسانی بس وستر بو او امته ونیا دی باش اتو باو کی بنظر بل چن کوریه یا اگه بیه وصیت بکله باری واندا آیا بخوی وصیتك ایدکه یا وصیتک ای حوالی کسی کتر دکه بلا والا من وصیتك ناکم بوم اموالی خون بین کراکان دا زید اتو انسانکی صالحی او با گزاری تو دکم اتو وصیتك ای جیب جیب که ها؟ بخوی وصیتك ایدکه خو حوالی کسی کتری دی باشا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی او مسئله امامت وصیت آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیتك بخوی دیکه نه اینی بیس پیری و گزاری که به اهلی حل و عقد و آوانه تیگشن لی اعتراض که أيش جاب ذاته وضرب باباره والله وفيه إكمال للدين واستخلاف وتوصية للنبي صلى الله عليه وسلم يدل بابا لو اشتكى إما بحث مانكر كأيش أويا مسألة إمامة تفيول كرا وبو اختياري وبيعتي أهل حل عقد أو النوع إكمالك ديني تداية أو الدين كامل ذكري أو النوع استخلافك لتربو بيغمبر صلى الله عليه وسلم تداية نوع توصيك لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم تداية هل أرزم بول ده إكمال الدين تداية بارت على فرمتي اليوم أكملت لكم دينكم ده باشا ديني يوم كامل كردو أو باشا يوم كامل كردو دي. ديني يوم يعني قواعد ديني بو يوم بيان كردو يكي القواعد كان أو يكي أنكو ده بي إمام كدري أو شرعي تبي بيعتي اللي قلبه كانوا هل بجير أخوة دين إكمال دينك هاتا جيدي هل أرزم بول كي إكمال دينك يكري هل بارت على كردو دي. بسبب داناني أو قواعدي وبيان كردني أو قواعدي كبو تعيين وانتخاب هالبجارني إمام لازمة
حال ارزم بود باشا اكمال دينك كردو اي دي او دينك اكمال كلاش كشي كي دي اي اجا في غمر صلى الله عليه وسلم بسوي كبيان كردو شرايط امام احكام امامته او انا كدبي بيعد لقل كيبكري كيبكري تا امام الائمه من قريش الى اخر وني اخر كفرمي واجب الاطاعه وبسوي كقواعد امامه بيان كردو دي الواقع ده واوجر وغزاري كردو باهل حل عقد اول وقت في غمر صلى الله عليه وسلم خليفه بخيدانا ويدي ونيا هر اوا خودي بيان قواعدك استخلافك وصيتك هر بخوي انجام دوايدي هل ارزم بود بس كوابو اكمال تدا استخلاف تدا توصيه شي تدا فاذا ثبت وجود الاكمال والاستخلاف والتوصيه فلا يرد ان قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم نص في ان الله تعالى اكمل الدين ولا خلاف في ان الامامه من معظمات الدين فيكون قد بينها واكملها اي في كتابه او على لسان النبي او اعتراض وارد نابي مدرنا اكمالك خدا كردويتي دي بجي اكمالي كردوا بسبب هيك شرائط امامه قواعد امامه او جهاتك بترجيح كسب امامه لازمه باري تعالى هرهم بيان كردوا للشريعه خويده بس كابو اكمال دينك باري تعالى كردويتي دي هل لو روشدا كامامه ك لواقع دا هل بجارني امام واغزار بكري بو بيعتي اهل حل عقد خدا كواغزاري كردو بوان او اكمال دينك كردو هي على ارزم بو فان الاختيار والاجتهاد منهم بملاحظه جهات الترجيح المعلومه من الشرع بملاحظه خبر ان شونك اختيار واجتهاد منهم لا طرف امته ولا طرف اهل حل عقده كدين اجتهاد دكان اختيار امام دكان او بسبب شيء بسبب ملاحظه جهات ترجيحه ونيا راء جهات ترجيح لو شخص دعا الى ابو بكر دعا مثلا لباشا المعلومه من الشرع جهات ترجيح الى شو زاندراو للشريعه زاندراو ده جروابي اكمالك كي كردي هل بارك على كلمه هل لازم نقول المساله اجتهاد جما جروانيه سأل آية اليوم أكملت لكم دينكم آية بو معناها يعني وقت نزول آياتها باري تعالى يعني الدين كامل كردوا يعني تواوي جزئياتك شهرهم ويبيان كردوا دانا بتفصيل نا والله حتى بحثي مسألة كلالة وإرسي كلالة لدواي آية اليوم أكملت لكم دينكم نازل بوا حتى آية تحريم الربا علماء دفرمون لدواي آية أكملت اليوم أكملت لكم دينكم نازل بوا حال يرزم بون يباشا بس كوابو اليوم أكملت لكم دينكم ده بالدروس اللي حال يعني شي أكملت لكم دينكم ديني يوم تواو كردوا بسبب أوك يعني كليات دين أمهات مسائل دين يعني قواعد كم بيان كردوا يعني قواعد كلية كان مثلا لباس إمامة جدا قواعد كم بو بيان كردوا حال يرزم بون جاكر نطلبك من نصيب ونظام تتواني بيدوز موايانا بوتاني بخينو لحظة كي يرى بقرا دقات بكان اليوم أكملت لكم دينكم آية سي سورة مائدة شاو زمخشري شون معنى إذا كاتبا يعني أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد خدنا جزئياتك كوان باري تعالى تواوي جزئياتك بيان كردوا أو أحكامنا مستحدثة كلوا وبدوا وبهيدا دبن كوابا تفصيل قول القرآن بيروز دانين هذا يرزم بول يعني منظورهم أوي كباري تعالى فرموتي الدين مكامل كردوا يعني أوي كأنقو بو تكليف احتياجيتان بيها باري تعالى بياني كردوا حلال وحرامي بو يوى تعليم كردوا شرائع يوى قادر قصد شرائع قوانين قياس وأصول اجتهاد داناوا بو أو مسائل كلوا وبدوا وبهيدا دبن هل يرزم بود بيدا كردن حكمي وان او جلبت اكمال الدين امام رازي فرمواتي قال مثبت القياسي اذا كان تكليف كل مجتهد ان يعمل بمقتلى ظنه كان ذلك اكمالا للدين ويكون كل مكلف قاطعا بانه عامل بحكم الله او انك قائل بقياس اهلي وعلماء اهلي السنة اوانا لباشا تكليف يهم مجتهدك خدا مكلف كردو عملك بمقتلى ظنه مكلف كردو عمل بك بمقتضى ظني خوي ده وقانون باري تعالى اگر هاتو كابرا شرائط اجتهاد تدابو ظني بحكمك الشرعي فهذا كل واجب عمل بمقتضى ظني خوي كده وحكم خداي
بس كأولي تعالى إكمال ديني كردوه لو طريقة ولا حقيقة أجا إمام بيزاوي فرمي اليوم أكملت لكم دينكم بالنصر والإظهار على الأديان كلها أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد. إمام آلوسي زور جواني فرموه فرميتي بحثك كردوه دوه دلال لأن المراد إكمال الدين نفسه ببيان ما يلزم بيانه ويستنبط منه غيره والتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرع وقوانين الاجتهاد. ما هو صعب الكريم مدرس المواهب الرحمن فرميتي اليوم أكملت لكم دينكم يعني شو كاملهم كردوه؟ كاملهم كردوه تشريعا بإنزال الآيات التي تكون مبادئ للأحكام الاعتقادية والعملية أو آياتنا كده بنا مبادئ وأحكام عملية قادب ويوم نازل كردوها وغيرها يؤخذ منها غير وانش لوان ورد جيله أو أنك لو بدوها بهيدا دبن جان نصا أو استنباطا أو قياسا على المعلوم. هل يرزم بول؟ أو جوانا بحسي إمامة جوايا بس كابو إمامتكش كهباري تعالى وفي أمر صلى الله عليه وسلم وقزاري أهل حل عقديان كردوها دي لو طريقة وإكمال دين كرا إذا ما دام أوان إمامات يعني إمام يعني رجال وإكمال دين كرا كي كردي اليوم أكملت وباري تعالى إكمال كي كردو. هل يرزم بول إكمال دين بأن وضع قواعد جهات الترجيح جهات لترجيح بعض الناس على بعض للإمامة قبل نزول قوله تعالى اليوم كوبف القواعد متقدمة عليه والعمل بها متأخرة. قواعد كان بيشتر باري تعالى بياني كردوه فقط عمل بقواعد كان لدواي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لدواي وفاتي پیغمبر دنا قواعد كان بيشتر هبونا خدا بياني كردوه اهل حل عقد لدواي وفاتي پیغمبر عمل دكان بقواعد. هل يرزم بون كابو فلا يريد قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم او بعنوان اعتراض وارد نابي بو وارد دبو إذ لا خفاء علتي منفيك علتي نافيك نيا بو أجر وارد بباب بو وارد دبو إذ لا خفاء في أن الإمامة من معظمات أمر الدين فيكون قد بينها وأكملها إما في كتابه أو على لسان نبيه. دلت شون كإمام خفاني لودا كإمامتك كلا جورترين أمور ديني أجر وابد أبي خدا بياني كردبا أبي خدا إكمالي كردبا لكتابي خويدا ينص زباني في غمري خويدا السنة دا ين القرآن ين السنة بياني كردبا دي باش أول بياني شنا كردوا ولا أهل حل عقد أبي إمام هالبجيران تيجي إشتن إمدرن بابا أو وارد نابي جا علتي أو علتي إزلا خفاء علتي يريدوها أما علتي لا يريد بو وارد نابي في تفريع فلا يريد شو كأمكتمان وفيه إكمال للديني شو كأخدي أو قواعد كان باري تعالى داينا وإذا قروا بإكمالك خدا إكمالك كردوا إكمالك أنجام داوا. هل يرزم بور؟ أوجر ولا أنه كان يستخلف على المدينة وغيرها من البلاد في غيبته مدة قليلة ولا يترك البيان في أدنى ما يحتاج إليه من الفرائض والسنن والآداب حتى في أمر قضاء الحاجة ومسح الخف فكيف لا يستخلف في غيبة الوفاة ولا يبينها في ما ولا يبين ما هو أساس المهمات. أوجد أوي اعتراض جوارنا ببلا والله في غنبر صلى الله عليه وسلم لسيري خويدا لمدجياني خويدا لمدينة منورة استخلاف دا كل سر مدينة ولا سر غير مدينة للشاركان خليفة وجنشين دادنا في غيبتي لكاتك دا كأجل بو مديك كم مواك كم غائبة جنشينك دادنا. أو جاء في غنبر صلى الله عليه وسلم بياني ترق نذكر لتشو كترين أو شتانيك النياز هيا بوليوان لفرائزو لسنن لآداب في غنبر بياني ترق نذكر بياني ذكر حتى بو أمور ومسائل قضايا حاجات شوني دسشويو أوانا استنجاو أوانا في غنبر صلى الله عليه وسلم بياني ترق نذكر بياني كردو شون استنجاب كي باسي مسح خوف شون خوفك مسح بكي أوانا جاء في غنبر لوان دا بياني ترق نذكر اي چون استخلافنا كل غيبتي وفاتي خوي دا بو غيبتي وفاتي خوي اگر روجك لمدينه نبا خليفه دادنا چون بو غيبتي وفاتي خوي خليفه داناني اجا چون پیغمبر بيان ناك امام ك اساس مهماته وني اخر چون ابي بيان ناك الحاله كي حتى شو كترين اشتكان شي بيان ذكر بحثي قضاي حاجته ما سيخوفه فلان واوانا ده اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم استخلافی علی نکردوا یعنی استخلافی نکردوا خلیفه بو خدانا نوا به معنا و ثابت ده که والله دبش شرعی نبی دی او که اهل حل عقد
هلی دبجیل دبی شرعی نبی. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم استخلافی که ترک کرده بی. بیان که ترک. اما دلیل نخیبابه. پیغمبر استخلافی کردوه. بو بیانشی ترک نکردوه. چون که وقت قواعد نصب امام دادنه جهاتی ترجیحی کسک لبینی خلقی ده بو امامت بیان دکه اولا واقع دایی دیو ترکی بیانی نکرد و ترکی استخلافی نکرد و هر استخلاف حسابه و فیه استخلاف للنبی صلی الله علیه وسلم حالا ارزم بود لما اولی مدن اکتی و فیه اکمال للدینی و استخلاف للنبی استخلاف که تی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم استخلاف که جه بجه کرد و ایدی حالا ارزم بود او جارکانه ولا انه کان یوصی البتتا او اعتراض جواری نابه بلى والله ناكري انعقاد امامه بشورى وبيعه اهل حل عقد به بو ناكري چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم البتك عادتي وابو وصيتي ذكر وصيتي ذكر بو وصيتي ذكر هل يلزم بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصيتي ذكر بو لانه صلى الله عليه وسلم لأوجه التي من فيكها التي نفيكنيه بو تش كان يوصي لانه صلى الله عليه وسلم لامتي بمنزله الاب الشقيق على اولادي الصغار وهو لا يترك الوصية في الأولاد إلى واحد يصلح لذلك فكيف يتركها النبي صلى الله عليه وسلم رأي إمامة دبي بتوصية بيغمبر بي بو چونك بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو أمتي خوي بمنزل أبي الشفيق نسبة بأولادي الصغار خوي بل كل أبي الشفيق مهربان ترى ديخو باوك كشفيق در صوز بي بو أولادي الصغار خوي وصية تركناك لباري أولاد بو كسا كصلاحيتي بي لذلك بو وصايا ناعني وصيتك إناك بلا والله ووصيتنا كم كوزعي أولادك كانوا مشون به بنفر بزيد كم بياوك أمينة دس بيرم كأو بيني وصيت بك لباري واندا خب باوك شفيق واناك هر بخوي وصيتك أنجام دادا أو جا كسك دقري بويك وصيتك إجرامك هل يرزم بول؟ أوا جا قروابي حق باوك شفيق وايا فكيف يتركها النبي صلى الله عليه وسلم شون پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصيتي إمامة أوانا ترق دك هل يرزم بون؟ ديجر بينا بقسي أهل السنة تش بيغمبر وصيتك يترك كردو أيدي ونيا نصير نكلو كفل كيلا جي من إمام به وقزاري أهل حلو عقدي كردو ديد حالكي شون دكري بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو وصيتك يوري يترك بك تيجي إشتن نالي بيغمبر لباوكي الشفيق بسوسترا باوكي الشفيق بو أولاد الصغاري خوي وصيت ترك ناكا شون بيغمبر لو أمر قوري دا بو أمتي خوي وصيتك ترك دكا إما ظلن تركي نكردو هل لودا كأو إمامة تفويل بيغمر تفويل كردوا أبو أهل حل عقد والشرائط قواعد نصب إمام بيان كردوا أو التوصية كي أنجام دوا ويدي وني آخر وحاصل الجواب أن التفويل إلى اختيار حل أهل الحل والعقدين نوع استخلاف وبيان نوع بيانك كما في كثير من مسائل الفروع هزول المسائل الفروع جوان دي كباري تعالى تفويل كردوا أبو مجتهدين أصولك بيان كردوا وبيديك وغزاري مجتهدي كله كبين له أصول استنباط كي بس إمامة جرواية هل يرزم بو؟ جواب إكما يعني أنه صلى الله عليه وسلم فوض أمر الخلافة إلى اختيارهم واجتهادهم وفي ذلك التفويض إكمال للدين فلا يتوقف إكماله على النص على الإمام إكمال الدين متوقفني على سروي كباري تعالى النص لسر الإمام دا بني نخير هربوت في رج إكمال الدين حاصل دبي استخلاف حاصل دبي توصيش حاصل دبي هذا يرزم بول زورتش وأما ادعاؤهم النص الجلي على علي كرم الله وجهه وصيتك إلي حاليبون كان دولجوان نسيوني فقد أوصى إجمالا وصيتي كردوا بأن وضع قوانين الترجيح ليعمل بها كل وقت إلى الساعة أو تواويد لا تفصيلا بأن وضع شخصا معينا فإن أحكامه ليست مختصة بوقته هل يرزم بنا أوجه الشيعة الدعاية كان كردوا أكثر الشيعة كإماميين الشيعة إمامية كنت أنا بابا نص جلي هي لسر إمامة علي نص أشكراه أقر وابي إمامة دبيبة شبه يعني قاد إمامة بنص ببيعة أهل حل عقد مش دلين أما ادعاء أكثر الشيعة كإماميا ادعاء كان كردوا كنت أنا نص جلي هيا لسر إمامي علي كدبي أو إمام بي نص جلي هيا وكسلموا عليه بإمرة على بإمرة المؤمنين يعني أصلا فرمي أنت الخليفة من بعدي هل يرزم بون؟ لا بس كوابو أو إمامه إمامته بنصة نصة جهة لسال إمامته كوابو أو إمام به
هرج ضل بابا خبر أو ادعاء زول ادعاء كي خطرناك جلك بالفرض يوك أو ثابت جبي في رمضان صلى الله عليه وسلم دواي من إمام خليفة خوني فرما بلا فصلي ديو إمام علي لدواي إمام أيدي إمام شوارب شو إشكالك تدي أو فرما شكاهات جيدي تيجي إيش تن بيج قالوا منو في رمضان صلى الله عليه وسلم لمدة أيام نخوشيني خويا إمام أبو بكر كذا إمام نوش لكن منزول تعيين إمام بابو بو أمته أو أنا كبر ولا أول وظائف في رمضان دبي بخصوصي بيان وأنا ك داخل إمام علي ده كذا إمام لي دبو إمام أبو بكر كذا إمام أو ما وي إمامتي مسلماناني كده شندين نوش بيج نوش كده توايو مسلمان هذا جملة بو إمام علي إمام أبو بكر كده هل أصحابش استنادين أبو بكر دي لوقت الشورى يعني مثلا سقيفة بني سعيد هذا كتيان باري بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو أمر ديني إما أبو بكر هل بجار دوا شون أما بو أمر الدنيا يخمان أو هل نبجيري هل يرزن بو أو إدعايوان خطرناك بو خطرناك شونك فقدهم منهم على أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالجهل والعناد أو قد حطعنا لطرف إمامية ولسر أكابر الصحابة خدان لرازي به قد حبتشي قد حطعنا لوان بجهل وعناد يعني أتو ديني أكابر الصحابة طعنان لدد الجاهل بنا عناد ينكردو بو ألوات بالجهل والعناد ومعنى أوى يعني أوى العناد ظني يعني بالحال يعني أجر نصك جليها بالسر إمامتي إمام علي دي باشا يان صحابة زانيو يانا أو نصا يانان زانيو أجر نان زاني بي لازم دي أكابر الصحابة جاهل بي اگر زانی و یانه عمل یان پی نکرد و مخالفه یان کرد و لی و لازم دی عناد یان کرد به برابر نص پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مخالفه الحق و کتمانه الذي يوجب الفساده او وقد حل اكابر الصحابه بوكباب او نهات المخالفه حق یان کرد و حق یان شاردو تو که کتمان حق يوجب الفساده الذي او کتمانی او تو کس موجب فساده یعنی دی بله اكابر الصحابه هم فاسد بود زمان حاشش لی نکند. الله همه مرتد بودند. سپس پنجشنبه نفر نبود. آو قد حل اکابر صحابه که برای تعلق قرآن پیروز تعریفیان دکه. ای چون اتو دینی قد حیان لی داده. بل فی علیین رضی الله عنه. بالکو هر خودی آو قصیان و آو قد حطعنا لامام علی. بو استبع الباطل ولم يقم بالامر ولم يحتج بالنص. چونکه امام علی هات پیرویل باطلی کرد. ابو بکر عمر عثمان خلافتی وان امامتیان باطل بود. امام علی پیرویل کرد. او جاء قيامي نكر بو امره كبيغمبر امري كردبو كاتو دبي خليفه بي ولا امري بيغمبري انجام ندى ونيا لقلويك الصلابتي في الدين يهبو قوه عزيمتي يهبو علو شان يهبو اعواني زور من اكثر المهاجرين وانصار اعواني يعني ورؤساء كبار اعواني امام علي بون دي امام علي ولا قيامي بامري بيغمبر صلى الله عليه وسلم نكردو او امامتك امري خدا وبيغمبر انجام ندى ولم يحتج بالنص او جاء امام علي احتجاجي بو نصا نكر يعني اللي حالك إذا الناس هبوا كأتو إمامي أتو خليفة دوامني بلا إمام علي كهات احتياج فكر بعد بلا إمام وكر كتبابا أخو دومان لو بيش لا لو اشتدى لغديري خمدا خو بيغمبر مني كرد إمام كان هزار صحابة لي أبون أي بو شيء أنقو هاتون أبو بكر نكر إمام دبو هاتبا كتبا احتياج بيه ونصا كرد با كو احتياج فكر لشو إمام علي احتياج فكر دو لهيك شو ده احتياج فيه نكر دو يا ما قبلين والله أول لترسي دشمنا كانوا أول تقيي كردو أو اعتمادي بقول أصحابه أو أنا نوجا أو شن مردودة كسك يوكو إمام علي شون حقي خوي كأمر خدا وبيغمبرة دين ترك دكا لبر أو مسائل أبو كسك كاستحقاق خلافتنا بالنزرين بودا كأبو بكر بلا والله بيلو ضعيف والحالة وعديم المال أو بو خلافتنا دبو قصيوا أنواع آخر يعني إمام علي ديني أو أمري خدا ذا شاريته ولا بو أو أنا أجي واقعاً إمام أبو بكر استحقاق إمامتي نبا إمام علي أن يواكن إشي ندبو عكس العمل ندبو هل يرزنبون؟ إيه ده حالك أسد الله يزو صلابة لدينه صاحب أعوان زور الأنصار المهاجرين هل يرزنبون؟ جاء قبل يان بلي والله لا ترسان دنجينا كرد خود بي لزمان معاوية جلال ترسان هر سكوتي كرد بايدي شكا خو مالي حزت معاوية لمالي حزت أبو بكر زياتر بو أعواني حزت معاوية جلال أشكري ويش زياتر بو أي بوش إلى زمان حزت معاوية ده سكوتي ناكر أقا قرار بلا ترسان بعد بو أخدش سكوتي كرد بايدي هل يرزن بو؟ وانك دالي عطار دالي چند قوي مرتزا مظلوم بوده
شعرك جواني هيا چند گویی مرتزا مظلوم بود و از خلافت راندن او محروم بود حتی لمنطق الطیر در جوانه دله چند گویی مرتضی مظلوم بود و از خلافت راندن و محروم بود چون علی شیر حق است و تاج سر ظلم نتوان کرد بر شیر ای پسر اسدالله نتوان علی لو کاتی در که پیوابو حضرت عائشه خدای لی راضی به حق نیا و خطای کردوه شری لگل کرد عطر داله داله او کسی که بتوانی لگل جن شار بکه بچه لگل جنک شار بکه لمیدانی مردانگی و فتوت و آوانه لشاری پیوان ده کم نعینه تاو خود ایتوانی بچه لگل باو کشی شار بکه ایدی ونی آخر ده حالا که حضرت عایشه دایی که ایمان دارم بو خیزانی پیغمبر بو صلی اللہ علیه امام علی شاری لگل کرد پیوابو خطای اجتهاده که وني آخر دي باش او دبي لقال أبو بكر الشريك البادي وشري لقال لنكر قال الله اي بسر تو بينشاني از علي عين لام يا بداني از علي تو علي نناسي وفقط علي عين لام يا فقط لفظكت زاني واتون دماء او علي كاتو باسي لدك او علي واقعينية شون علي وادا بي آخر زانك او ضعيف ضعيف لهم وفلان وان اتو ار خودی او قصه تو قد حل امام علی ده خدا مال خرانه که بل فی النبی صلی الله علیه و سلم بلکو او قصه تو قد حل پیغمبر ده اتو نازانی هوشت نیه اتو باو قصه خود باو ادعای خود تعنه لپیغمبر ده بو حیث اتخذ القوم ده احبارا ان احبابا احبارا و اصحابا و اعوانا وأنصارا وأختانا أختانا وأختانا وأصهارا مع علمه بحاله شنك في رب هاتوا أو قوم أبو بكر وعمر وعثمان واني كردوتا دانش من داني أمات يام كردوتا أخيار دوستي خوي كردوتا أصحاب كردوتا أعوان كردوتا أنصار كردوتا هندك كرنا زاوي خوي هندك كرنا خزوري خوي أبو بكر وعمر كردا خزوري خوي عثمان كردا زاوي خوي مع علمه بحاله لحالك كبيغمبر صلى الله عليه وسلم عالم وبا حالي وانش ونيا دشيزاني والله وانا انساني خراب وفلان وانا بقسي انقو دشيزاني وانا انساني خراب وانا شو كبيغمبر مش لقي دزاني دي باشا ايد شون اواني كده خزورو كردي زاوايو كردي احباب وزيري دستي راسو وزيري دستي شابو دو كشي خوي دابا حضرت عثمانو ونيا اخر شون دبشتي والا فلو كانوا يكتمون النص في مثل هذا الامر الخطير والخطب الجليلي لأغراض لهم في ذلك كالحقد على علي لقتله أقاربهم وعشائرهم وحسدهم إياه على ما له من المناقب والكمالات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بحالهم فالسبب في أغمار صلى الله عليه وسلم يعني بغي والله حالي واني نزاني ديد حالك في أغمار باتفاق منه حالي واني زاني تقيشتن ای چون دبی بله پیغمبر صلی الله علیه و آله والا اوانی هل بجارد بو خدماتی و قوماتی و بو عنوان انصار و اصحاب و اعوان و اوانی هل بجارد و نی اخر چون دبیشتی والا او تعنا لدان لپیغمبر علیه الصلاه و السلام بل قدح فی الكتاب بل او تعنا لدان لقران بو تعنا لدان لباری تعالی نعوذ بالله حيث اثنى عليهم وجعلهم خير امه ووصفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شك باري تعالى تعريف يعني كردو ولا تشندين آية قرآن دا أواني جراوة بباشترين أمة لصدودي آل عمران دا كنتم خير أمة أخرجت للناس خطاب لقال أصحابة أواني وصف كردو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دي باش أقا قرار با أو كار منكر با خصوصية أصحاب أبو النهي لمنكري عندك أقا داناني إمامي أبو بكر با بيعتي أهل حل عقد منكر بخلاف الشرع با دبو نهيا لمنكر كل بعد دبو نهيا لمنكر نكر هل يرزم بو تعنى لدانا لقرآن يعني قرآن جاء أصحابينا ناسيوا أو أصحابك قرآن ما تحيدك قرآن ناسيوا يعني أو أنا كهات خيانة ينكر دو حق إمام علي أنخوار دو أو أنا
البته من دارن روایات آن باسی بعضی لاسخابه بعضی شکم مینی تبعیل الله هندگ لعایت کند داره رامو مینه تبعیل نیه مینه کبو تبیینه دوای لدرس کنید داره تو دعایت آن دخونی نه انشالله کم مین بو تبیینش دیا و مینه نش بو تبیینه لرجعانه ألا ترى أن عليا كرم الله وجهه قبل الشورى ورضي بإمامة أيهم كان تنابني حضرت علي كرم الله شوراكي قبولك الشوراي مثلا مستقيفي بني سعيدة يعني شوراكي كبو حضرت عثمان دا مزرع إمام علي قبول كردي وأجر رازب بإمامة هركام يعني بإمامة حضرت أبو بكر حضرت عمر حضرت عثمان هركام أهل حل عقد بيعدي لقال كردي رازب بقشت يعني وقال لطلحة رضي الله عنه إن أردت بايعتك بحزت طلحة فرموا قبيت خوش بي أمن بيعت اللي قال ده كم بخلافة لبش شورا ده ها لبش شورا كده بحزت طلحة فرموا قبيت خوش بي بيعت اللي قال ده كم يعني شيء يعني إمامة ببيعت أهل حل عقد دادا مزلة ببيعت يجنا فرج بي حزت علي بيعت اللي قال طلحة كرد بها دادا مزلة أدبوا بإمام من آخر داق حق إمام علي بات شو بحضرت طلحة فرمي إن أردت بايعتك ده حالك أو خدا علي دانا وبعنوان إمامه في غنبر علي دانا شون علي بطلحة الله بينا بيعة اللي قالك أجرك أنا واحتج على معاوية بتبعية الناس له لا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم لزمان حضرت معاوية دا إمام علي احتجاج لسال حضرت معاوية كربوا كبكا خلقي تبع تابعا لبو منو بيعتي أن لقلا من كردوا نهب احتجاج لسال بكا بنص لطرف پیغمبره وصلى الله عليه وسلم دي أول نشان دا لك إمامات بنص نية أقا بنص با دي هر بنص كا اسم يعني هر يامري حسن نص لو باردان نية كإمام علي خليفة به شكا قا نص هبا إمام علي احتجاج بنص كا لك كتش الله نهج البلاغة دا هيا احتجاج بجي كردوا وطن نهج البلاغة ثابت نية قصي إمام علي بيا ونيا بلان بفرز ويسابيد بيا داخل لخطبة كان نهج البلاغة دا هيا دراو كسنة كبيعتي عن لقال خلفاء كان في شو كردوا هر عوام بيعتي عن لقال منش كردوا يعني شي يعني ريقاي انعقاد إمامة بيعتي أهل حلو عقد هل يرزم بول أها وأنه كرم الله وجهه لم يتعرض لذلك النص في شيء من خطبه ورسائله ومناظراته ومخاصماته وعند تأخره عن البيعة أو كان رجع كناد وبيعة حضرت أبو بكر خناد تعرض بنص بكبله ولا ولا نبي غنبر نص هي لسلوي كأمن إمام من بويا ناشن بيعتنا كان ناكا دعاء بيعتك شكر دو لبروي كحضرت فاطمة نخوش بويا ناد وبيعتك مشغول بو بأموري خويا هل يرزم بو أوجر وعاون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم وعالدهما ها اي حضرت علي تنابني معاوني حضرت ابو بكر كل وقت ك لشكري نار بو قتالي عرب كانوا مرتد كانوا مسلمي كذابوا او انا معاوني حضرت ابو بكر يا متي امام عمر دا وقت ك امام عمر لشكري نار بو قتالي فارس وني امبراطوريتي فارس او انا معاون يا متي امام عمر دا دوني بان بو مخلنا ولا نامي نهج البلاغة دا كفي دل نبي بتشي أو جوا الله ده هما صن يرمتي دان كم بشتواني كردن بشتي كردن ليك قرار با أو أنا خيانة يعني كردو على إمام دا وإمام نين يعني شو إمام علي يرمتي يعني بدادي بوكم أجيان بيبك أو جوا أشار إليه ما بالأصلح إمام علي إشاري كردن بولاي إمام أبو بكر وعمر بالأصلح بويك أصلح لحقي واندا تشتك أصلحة لوقت مشورات ده مشوراتي بيدادان أنا بقول أو كاريب كان باشترى أو كاريب مكان أو كار ونيا بو الشاري فارس بحضرت عمري فالمعتو نابي بتشي بو الشارك شو قاعد قرأتو بتشي همو دجمن همو غامي خوي متواجي تو دك أتو دك وجه أقاتو بو كجري لشكرك اللي بين دك تازة برام أتو أقرنا تشي لشكر شكاز بخوا أتو أون دك قوري قطب الرحا أتو شيرازي أتو بنياني بنيادي أتو لشكرة كده كسازك هل يرزم بول؟ عشان أوي أصلح حتى الخلافة خوشي ده باشي باسي إمامي أبو بكر وعمر وأواني ذكر أوي كأصلح بول حقي أنا ده أواني إشارة يذكر هل يرزم بول؟ ونشان ده كأول لبر خوف نبي أول لبر أو كشوا يارمتي أبو بكر وعمر ده لبر ترسنية لبر تقيانية شو قال لبر أوبا لبنا وخيانتك يار ذكر كشي هك أوي كأصلح با
پیش نهادی داده به امام ابو بکر و امام عمر. حالا ارزم بود. اوجار کانا و صلا معهما الجمعة والأعياد إمام علي لقال إمام أبو بكر وعمر نوجك جمعة كاني ذكر لبشتريوان نوجك جيشنا كاني ذكر لبشتريوان وإن كثيرا من عظماء أهل البيت وساداتهم وأن يعني ألا ترى أن وأن كثيرا من عظماء أهل البيت وساداتهم أنكروا النص الجلية في هذا الأمر مطلقا زورك لقور كان أهل بيت وقز حضرة زيد كري علي وأوانا والسادات أهل بيت إنكاري أن كردوا نص جليل باري إمامة علي دا مطلقة أصلا كنت أنا النص جليل هرنيا أنا لكتاب دا أنا للسنة دا أو النص جليني أصلا باري إمام دا أنا باري إمام علي دا أنا باري غيري ولا إمام كان دواتر دا النص جليل هرنيا لو باري دا حتى وأن العباس رضي الله تعالى عنه قال لعلي رضي الله عنه أمدد يدك لأبايعك حضرت عباس إمامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحضرت علي فرمو که پیامبر صلی الله علیه و آله وفات کرد. به حضرت علی فرمو دستی خود بین با بیعت لقلب کم. حالا ارزم بون. یعنی منظور او بود. اما که بیعت لقلب کم خالقی دلم مامی پیغمبر صلی الله علیه و آله لقلب کر مامی پیغمبر بیعتی کرد و وقتی کسش اختلافی نابو اتو دبیا خلیفه. دید حالا که حضرت عباس ناد اسناد بناس بکه بلا ولا اتو امامی چون که پیغمبر لقدیر خم ده فرمو اتو امامی. لقدیر خم اصلا با او باصلا نه و آخر. تنا وقتی دهاد بناسکه وانه کی دکدی نه دکود دستی خود بینه با بیعت لقلب کم شکل واقع داد دیزانی امامت به چی سایمون عقیده به بیعت حتی به بیعت یک نفر دیگر امام عباس بیعتی کرد با امامت علی من عقیده بود ونی آواش ثابت دکه که نصج لو برای دنیا امامتش به چیه به بیعت اهل حلو عقده دی ولو کان من النبی صلی الله علیه و سلم النص لم يحتاج الى هذا یعنی لم يحتاج حضرت عباس محتاج نداره أجل لتراك بيغنبرة والنص هبار سر إمامة علي إمام عباس احتياجي ندبو إلى هذا بلايو الكبل أمدد يدك لأبايعك هل يرزم بول؟ يا حضرت عمر يجب حضرت أبو عبيدي فأرمو للسقيف بني سعيدة فأرمو أبسط يدك ببابيعات اللي قلبك فإني بيغنبر صلى الله عليه وسلم بيستوك فأرمو أنت أمين هذه الأمة حضرت أبو عبيدي فأرمو إنا والله من وبيشناك هم بسر بياوك دا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستوری پیدا امامتی نوج من بود که اوج امامتی بود کردین حتی پیغمبر وفاتی کرد امر رسول او پیش نکو حالا ارزم بون یعنی نشان داده او همون نشان داده که نسل او برای دان نبود امامت این اقاد امامت به بیعت اهل حلو عقد حالا ارزم بون حضرت ابوبکرش فرمود لدوای لا نخوشنی وفاتی خویدا فرمود بیعت لقال امام عمر یعنی لقال ابو عبیده بکن حال يرزم بون فرمي وددت أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا عن هذا الأمر في من هو بريا لين برسيبا كده بيت إمام بلام يعني ينبوا في غمرة مش نص كيلو باريدا نبوا سن إمامات بناس نية حال يرزم بون رجاي انعقاد إمامة بيعتي أهل حل عقدة جا بيعتك إيش لازمك اتفاق وإجماع أو أنا بيان ما أنكره بيعتك يك يعني أو إمامة إمام الدواي خوي تعيين بك أو الدو أو الرجال نقاد إمامته لنزل أهل السنة دوا أجر كسكش بزوري وكبك هدتايك فلانك دصلاة بدست وبجري با أو الظلم كردوه جناه بارج بوه بلام أوج بإمام حساب ذكري ولسان خلقي واجبة ما دام دستوراتي وخلاف شريعة نبنت واجبة إطاعتك حق يعني خروج بل عليه بيك أو بس إمامته لديك أهل السنة والجماعة هل يرزم بنا؟ والحمد لله رب العالمين قال إيه وش العزيزي